اهلا بيكم من جديد. بخصوص الاخبار او الاحداث اللي هتحصل النهارده هيتم اطلاق مؤتمر الاهرام علاء الدين للطفوله برعايه مجلس الوزراء. وكمان من النهارده هيتم عقد المؤتمر الصحفي لمباراه مصر وباراغواي في كاس ديفيز للتنس بالجيزه، واخبار تانية هنستعرضها من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيقيم الجامع الأزهر اللقاء الأسبوعي لملتقى شبهات وردود تحت عنوان قداسة القرآن الكريم في قلوب المسلمين. النهاردة هتنطلق فعاليات مؤتمر الأهرام علاء الدين للطفولة في نسخته الأولى، واللي هيتم عقدها تحت عنوان أطفالنا مستقبلنا، صحة الطفل المصري أولوية، وده تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. النسخة الأولى من المؤتمر بتسعى لوضع رؤية وطنية لمستقبل صحة أطفال الجمهورية الجديدة، مع تعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع صحة الطفل. النهاردة هيعقد المؤتمر الصحفي لمباراة كأس دافيس للتنس بنادي الجزيرة بين منتخب مصر ومنتخب باراغواي، واللي هينطلق يوم 3 و4 فبراير الجاي في ملعب السنتر كورت ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية. وبدأ منتخب فراعنة التنس استعداداته النهائية على ملاعب نادي الجزيرة بحضور كل اللاعبين.